على أنغام الشجن العراقي أقيمت أمسية طربية في الكويت ضمن مهرجان الجرين الثقافي في ليلة اهتزت معها الأفئدة قبل الأيادي والرؤوس، طربا أحيانا وحنينا أحيانا أخرى. ياراتنا الأغاني الفلكلورية اللي تربت آذان الجمهور على سماعها، وهاي الأغاني طبعا تحمل غير الذكريات، تحمل قيمة موسيقية عالية، وشفت تفاعل الجمهور معها. الله شكوش هو الخبر تحتي اللجنة المنظمة اختارت أغنيات من التراث وأخرى من العصر الذهبي للأغنية العراقية لعل أحدثها تجاوز 40 عاما عندما أديت. الفن الراقي اللي في ذيك الفترة كانت الكلمة غير، الأسلوب كان غير، فإحنا حبينا أن نذكر الناس هذه بهذا الطرب الأصيل اللي نحرص على ان الجميع يتعرف عليه. يا ابن الحموله عليش بدلك. مطرب الليله الموسيقيه وان تنقل في اختياراته بين اقاليم واطوار الغناء العراقي رفض فكره ان الاغنيه الحديثه اضاعت بريق وزخم الاغنيه العراقيه الكلاسيكيه. كل البلدان العربيه تقريبا الاغاني بدات تفقد طابعها الاصيل، لكن هذا ما يمنع انه في مطربين وفي في نجوم محافظين على مستواهم والاغاني الحقيقيه. عمي بيع الورد، عمي بيع الورد، كل الورد بيش كل. تلك الامسيات وان كانت فنيه بحته، لكن تلك الانشطه الثقافيه قد تكون بابا لعوده الدفء للعلاقه بين الشعبين، او ليصلح الفن ما أفسدته سياسة. نحن نعول كثيرا على المسار الثقافي في تطوير علاقات البلدين وربط المجتمع الكويتي بالمجتمع العراقي وإعادته إلى حلاوة التاريخ الماضي. عادل عيدان، العربية، الكويت.